بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في اليوم التالي من رواية ست شامية. رسالتي لجميع الإخوة والأخوات، بناتي وأولادي، أهلي وأحبابي، أبناء وطننا العربي وبناته، أرحب بكم مجددا. سبق وقلت أني سأشتغل في تجارة شراء إيميل من جوجل وبيع إيميل، وأستمر معكم في الرواية في قصة رواية أو هاشتاج، يعني تجدوها على تويتر، رواية عمية تكحل مجنونة. تروي ست شامية في هاشتاج كان يا ما كان عام 1490 هجرية. أيضا هناك هاشتاج عام 1490 هجرية. يهرب الإنجليز من أمريكا بعد ما استعبدوهم أهلها الأساسيين الأصليين. يأتي من يتكلم اللغة الأمريكية، لغة الجنزي، الجنوز، نيجر. أما لغة أمريكا التي كانت عام 1940 أصبحت لغة هندية، لغة الهنود الحمر، مختلطة بلغة النيجر اللي هم من نيجيريا. نيجر مشتقة من نيجيريا. نيجيريا رحبت بجميع السود، نيجيريا في إفريقيا. أستمر معكم، سوف أعلم نفسي من خلال التعليم. برنامج لف لف، الحب، كلنا نعرف هذه الكلمة، ولكن مقصود منها تعلم فرص الهندسة القيمية، وأحيانا تسمى الهندرة. تابع القاص وهو في قهوة يقص القصة عام 1900، عام 1490 هجرية. تابع القاص، أمريكا قبل 50 سنة عندها CIA، روسيا عندها KGB أو KGB، هيئات يتجسس على بعضهم وفي تلك الأيام أو السنين حكم أمريكا واحد من السود، النيجر يعني نيجيري. والصين التي قبل 10 سنوات يعني 1980 كانت دولة عظمى ما عندها هيئة تجسس. واحد من آخر القهوة قال إزاي؟ أعود إليكم وأذكركم أنه في الفيديو السابق قلت لن أتحدث معكم عن فكرتي العظيمة، وهي تقنية تكييف المساحات المفتوحة بأقل طاقة، وهذا كان 2021، أو تقنية ليفا
وبالإنجليزي ليفا تكنولوجي، بل سأخبركم أني اقتنعت بعدم جدوى التحسر على المليون دولار الذي ضاع في وهم تحويل التقنية. في هذا الفيديو تقدمت في مسابقة جوجل، وهي دوري عالمي سباق أبطال الفكرة، وأنتم تشاهدون الفكرة التي تقدمت بها لعلي أكون أنا بطل العالم وأربح مليون دولار، ولكن لن أصرفها، سأربح مليون دولار آخر كل سنة أو سنتين. اسمعوا القصة للنهاية. قال سيدنا القاص: أنا أقول لك إزاي، ردا على من كان في آخر القهوة. قال القاص: إزاي أوصف لك؟ بلاش نكمل الأغنية، ومش هقول يا حبيبي إزاي. الصين يا باشا ما يعرفوا إلا الكاش والدولار، سحبوا من أمريكا وبقيت أمريكا تشحت. الصينيين صاروا يدينوهم حتى سراويلهم وسراويل حريمهم. الصينيين يسرقوا الكحول من العين. إليكم في القهوة عام 1490. القاص يحدث، قال رجل أو أحدهم قريب من القاص: يا سيدنا كمل. قال القاص: مش قبل ما توحدوه، لا إله إلا الله، هاشتاج، وكمان تترحموا على 6 شامية وابنها الدكتور اللي أوحى لكاتب لف، هاشتاج المهندس لف. قال من آخر القهوة: مش ده اللف صاحبنا في آخر القهوة المشاغب؟ قال من آخر القهوة: مش ده لف اللف إلا الأمريكان كانوا يقولوا، ما تجي بينا نصنع لف. يقصدوا إيه يا مولانا؟ بلاش يلي في الآخر، ماشي ماشي.